إبداع الشباب لم يقتصر على مجال معين، فالشباب يواصلون يوم بعد آخر بتحقيق الكثير من الإنجازات اللي نفتخر فيها أكيد. وبختام فقرات حلقتنا اليوم راح يكون معنا مؤلفين ومعدين كتاب خاص بالأدوية واستخداماتها. الكتاب شارك فيه أعداد كبيرة من مجموعة من الصيادلة، وراح يكون معنا في الاستديو الصيدلاني علي عبد الله والصيدلانية هبة كبو اللي راح يكلمونا أكثر عن هذا الكتاب. حياكم الله. الله يحييك. بداية علي، يا ريت لو تكلمنا عن تفاصيل هذا الكتاب. أول شيء حاب أشكركم على استضافتكم لنا ودعمكم لنا كشباب. حياك الله. الكتاب طبعا أنا جايب نسخة معي، مسوين احنا مختصر عن أكثر الأدوية المشهورة بالكويت. نعم. من ناحية الاستخدام، من ناحية الدواء نفسه شلون يشتغل، من ناحية بعض النصائح اللي ممكن يستخدمها الطبيب للمريض أو الصيدلي للمريض. نعم. الجرعات المعينه، شنو التحذيرات، شنو موانع الاستخدام اللي ممكن يكون حق الدواء عشان نتفادى الاخطاء اللي ممكن تصير في مجال الطبي. نعم، كم صفحه تقريبا الكتاب؟ 500 صفحه تقريبا. 500 صفحه وبكل صفحه يحمل دواء معين؟ اي، احنا وزعنا توزيعه الادويه خليناها ان كل دواء يكون على صفحتين. اي، على اساس انه يكون اسهل حق اللي يقرا. حلو. وحرصنا هم بعد انه يكون ملون، كل قسم يكون لون غير عن الثاني. وفي يمكن لا تلاحظين في شويه مساحات عشان لا يكون ضيق بالقرايه، يعني في بعض الكتب تبطلينها تقولين ايش هالكتاب هذا، خلاص سكه وما يمديني احفظ. فراعينا مساله الديزاين، مساله التوزيع، مساله بساطه اللغه. يعني مو شرط انه يكون الكتاب مو لغته الطبيه المعقده، يعني لو اي احد يعرف انجليزي بيسك ممكن انه يفهم منه عادي. ممتاز. شو سميتوا الكتاب؟ الاسم العادي انه 200 كومن دراجز ان كويت، اللي هو يتحدث عن اشهر 200 دواء في الكويت. حلو، ممتاز. هبه، شلون جت لكم هذه الفكره؟ الفكره بدات العام تقريبا نفس الحزه. كان طبعا دكتور علي، وكان معه في دكتور عبد الرحمن هو احد الكاتبين معنا. نعم. كانوا قاعدين وفكروا انه نبي كتاب يكون ريفرنس سريع حق الاطباء والصيادله. نعم. حق الادويه المستعمله، يعني في عندنا مصادر ادويه يكون 1000 صفحه، زين انا هذا ما حيفيدني. وفي ادويه مثلا استعمالا بريطانيا مو موجوده عندنا اصلا بالكويت. فليش ما انا اختصر الموجودين بالكويت والخصهم 500 صفحه يكون. وطبعا بالبدايه اجتمعنا، صار جروبنا تقريبا 8 اشخاص، قعدنا انه نفكر شنو نحط فيه بعد. نعم. فحطينا مع تحضيرات الادويه، الحمل والارضاع، التداخلات الدوائيه وكذي. نعم. علي، نادر ما نلاقي كتب علميه او تتخصص في المجال الطبي موجوده من شباب في هذا المجال تحديدا، خاصه في مجال الصيدله. شنو اللي يميز الكتاب اللي انتم سويتوه؟ اول شيء احنا اتقدم بالشكر حق الجمعيه الصيدليه الكويتيه اللي ضمتنا صراحه بالجروب اللي تكلمت عنه اختي دكتوره هبه، وقالت لنا شنو انتم تبونه من دعم احنا راح نسوي لكم اياه. يمكن هذا الشيء بالسنين الاخيره للاسف ما كان موجود. فاول شيء كنا نفتقد الدعم، ثاني شيء عدد الصيادله بالكويت مو وايد. في الفتره الاخيره يمكن في اخر 5 سنين بس قاموا يتخرجون وايد صيادله. ففي صيادله داشين بروح الشباب انه ليش ما نطور، ليش ما نسوي، خاصه انه اخر المراجع اللي الفوها عندنا بالكويت كان في 2006. فليش ما نطور احنا؟ صح. احنا جايين شباب، فينا طاقاتنا للحين. صدقنا بعض الاحيان بيئه العمل تصدم الواحد. بس احنا حبينا نكون اقوى منها، يعني حبينا ان نقدم شيء نخدم فيه المجتمع ويبرز اسمنا كصيادله. صدقنا احنا شويه يمكن 500 600. نعم. بالمقارنه مع اخواننا المهندسين والدكاتره. ايه؟ بس ان نبي نبين حق المجتمع ان ترى في صيادله عاملين فعلا عندهم طاقات ودهم يطلعونها ويسوونها. نعم. ومع دعم الجمعيه صراحه ما قصروا معنا وطلعنا هالنتيجه هذه. نعم، نتاج طيب من طاقات شبابيه حابين ان هم يطورون ويغيرون في المجال الطبي وفي مجال تخصصهم. بالعكس، لما تجيك عثرات هي اللي تخليك انت تستمر. صح. هبه، ذكرتي ان عدد الاشخاص اللي تكفلتوا في هذا الموضوع كم عددكم؟ كنا تقريبا 8. 8، وش كثر خذ منكم الوقت في تاليف هذا الكتاب؟ هذا تقريبا احنا اول ميتنج كان نهايه شهر 3 العام. ايه. بلشنا وايد، بلشنا كتبنا ومسحنا وزدنا اشياءات، كان صار ميتنجات بس نتناقش نحط شو نشيل، شايكم باللي كتبته. ايه؟ ونكتب وكذي. فتقريبا خذ سنه. ايه؟ سنه كامله طبعا، وتاخر مع طبعا تسجيل والاشكال والديزاينات وايد اختلفنا عليهم. ايه؟ الحمد لله.
عاد عملية البحث في هذا المجال تحديدا ياخذ وقت صح؟ ايه. فانتم قسمتوا الشغل فيما بينكم؟ بالضبط قسمناه واستخدمنا وايد مراجع، كنا نقول احنا نستخدم هذا وهذا، وبعدين يعني الحين لو تشوفين ريفرنسز ملوتنا صار وايد، كنا يعني حتى استخدمنا مراجع ما كانت تخطر ببالنا، والله انا محتاج معلومه مني بطلعها خلاص، المهم اني احطها. ممتاز. وشيء اكمل على كلام اختي دكتوره هبه، ان فريق اعداد الكتاب متخرج من عدد دول، من جامعه الكويت، من بريطانيا، من استراليا، من امريكا، فمثل ما تقولين احد اوجه الاختصار اللي احنا سويناهم ان اختصرنا معلومات المراجع اللي بهالدول هذه كلها حطيناها بكتاب واحد. حلو. فبدال لا مثلا انت هم عارفه ان هم الدكاتره نفس الشيء، في دكتور متخرج من امريكا بيني هذا بيناقشني بيقول لي والله المرجع الامريكي في كذي، صح، المرجع البريطاني في كذي، انا كخريج بريطانيا اروح اقول لا بريطانيا يقول غير عن كندا، صح. فاحنا سوينا جبنا هذول كلهم حطيناهم كتاب واحد عشان لا نبطل كتب مختلفه، بطل هالكتاب وتوكل على الله. ممتاز. زين علي، مثل هذا الكتاب هل موجود هو مثلا شيء مشابه له في الكويت او دول الخليج؟ اللي اسمعه انه ما شاء الله عليهم صيادله السعوديه شغالين. انا ما ابي اظلم، ما ادري اذا كتابهم ابديتد ولا مو ابديتد، بس ان شباب السعوديه صيادله شغالين ما شاء الله عليهم، صح، عندي اتصال مع كم واحد فيهم. بس باقي الخليج مثل الامارات والبحرين وقطر لا، هذا الكتاب الحين كان نسمع احنا صيت واصل بالخليج ما شاء الله، يمكن الكتاب ما صار له يمكن 10 ايام من نزلنا، واصل صيته واصلين لعمان وقطر، الكل قاعد يتحكى عنه الحمد لله. اي نعم. هبه، الكتاب باللغه الانجليزيه، هل ممكن انه هو يترجم الى العربيه او لغات اخرى؟ هو ممكن يترجم، هو بصراحه مثل ما قال قبل شوي دكتور علي، قال انه هو بالانجليزي البسيط، يعني اي انسان شوي متعلم بالانجليزي يقدر يقرا. يعني اوكي في بارت اللي هو الميكانيزم يمكن هو ما يفهم عليها، بس انت اهم شيء عندك مثلا استعمالات الاعراض الجانبيه كذي، انه فممكن هو يترجم للعربي. بس ممكن يعني للحين اللغه العربيه الطبيه تكون صعبه. صحيح. يعني الحين لو تمسكين انت ترجمه نفسها تلقينها يا بهذا شنو مكتوب؟ ما ادري شنو الاعراض الجانبيه ولا يقضي على ما ادري شنو. فلهسه خليناها بالانجليزي لان يعني انا البوبيليشن التارجت مالي يكون الاطباء الصيادله، خصوصا حديثي التخرج اللي الحين بعد ما يعرف السوق شنو الاسامي التجاريه شنو هذا، فكذي صار شكله. حلو ممتاز. انزين علي، اذا بنتكلم على الكتاب هل تم عرضه في معرض كتاب مثلا او شاركته فيه؟ هو بما ان الهدف مثل ما قالت الدكتوره هبه يعني خلينا نقول ناس معينه في المجال الطبي، فاحنا للاسف طافنا معرض الكتاب بالكويت شهر 11، كان للحين الكتاب مو خالص، كان المرحله الاخيره. اول معرض بدا فيه كان في مؤتمر توعيه ضد المخدرات قبل 10 ايام تقريبا، مؤتمر واعي. وان شاء الله باذن الله باكر مسافرين احنا رايحين نشارك في معرض دبي العالمي للصيدله، والكتاب راح يكون موجود معنا. ممتاز. الله يوفقكم يا رب. هبه، هل ممكن ان هذا الكتاب يتقبل انه يتوسع اكثر او انه يصدر له طبعه اخرى؟ هو ايدي احنا الحين في صدد ان نعمل نسخه الايدد. ايه. لان سوق الادويه او بصوره عمل تطور مستمر. بالضبط بالضبط. يعني في احنا عندنا المثال الاعلى اللي احنا نقتدي فيه اللي هو البي ان اف. البي ان اف كل 6 شهور تنزل طبعه جديده، ادويه تضاف، ادويه تنشال، خصوصا احنا قاعد نتكلم عن الاكثر استعمالا بالكويت، الاكثر استعمالا في ادويه ما شاء الله تنزل مباشره يصعد سوقها، شوفي مثلا كل الناس قاعد ياخذون هالدواء، فاحنا لازم نكون ابديتد. فان شاء الله احنا قاعد نشتغل على النسخه الجديده. هدفنا للحين ما ادري ايش كثر بنزيد ادويه وشنو راح نزيد اشكال، يعني اشياء سكشنات زياده، لان احنا حاطين مو بس الادويه، في الادويه المستحضرات التحضيرات وكذي، فما ادري ان شاء الله نزيد عليه، وهو في يعني ان شاء الله تقبل السنه الجايه ان شاء الله النسخه الايدد باذن الله. الله يوفقك يا رب. واكمل عليها بعد ان مثل ما انا قبل شوي قلت لك ان اخر مرجع متكامل للادويه بالكويت كان سنه 2006، فاحنا مثل ما قلت مجهزين هالكتاب انه يكون مثل اساس نسوي مرجع لكل الادويه اللي بالكويت، مو بس عدد معين. صحيح انه ممكن في البدايه الحين نزيد يمكن بعد 100 ونسوي 300 بما انه انا 200، بس الهدف مالنا نسوي المرجع المتكامل لجميع الادويه، وبحيث انه يتحدث كل سنه ونظل محافظين عليه ابديتد مع المراجع العالميه. نعم ممتاز. علي، لو بني نتكلم على تخصصكم نفسه، قلت انت وذكرت انه قليل ما نلاقي في صيادله او حديثي تخرج في هذا المجال من الشباب، ليش تحس ان السبب
قلة الشباب في هذا المجال ليش؟ هذه بلا حلقة كاملة تكلم. قول تفضل. بحاول اختصر صراحة. اول شيء جامعة الكويت ما افتتحت كلية الصيدلة الا متأخر. فتحت اعتقد 97 اعتقد 2006 96 96 ففتحت ب 96. اول دفعه على ما طلعت يبي لها 5 سنين، فما طلعت الا خلينا نقول 2001 2002. التاخير في فتح الكليه هذا كان عامل اساسي. ما الناس كلها مرات انا اشارك في معارض توعيه طلابيه مثل اتحادات الطلبه ما اتحادات الطلبه يسألني شنو دور الصيدلي في الكويت، ما عندهم وعي كامل، ما عندهم ثقافة بعد. يعني لو تسألين 80% من الشعب الكويتي عبالة أن الدور يقتصر فقط على صرف الوصفة اللي تجيني من طبيب كنا جهاز حط ورقة وياخذ دواء، مع أن في دول العالم الباجي. أنا ما أقدر أحكم على الكويت لأن صراحة للحين قلت لك المهنة في بدايتها تحتاج تطوير وايد. في دول العالم لا، صار الصيدلي يدخل في الأجنحة، صار الصيدلي مجرد انه هو يقرا تقرير طبيب وهو يصرف الدواء، مو يجي للدواء من طبيب ويصرفه وخلاص. صار في دور اكبر، صار في الصيدله السريريه اللي هي الكلينيكال فارماسي، صار في تطوير وايد. بس الناس للحين قاعد تشوف ظاهر قدامها انه والله صيدلي يصرف دواء وبس. يعني مرات الربع يطفروني، انا يعني يعطيني بنادول من هذا حدك. بس الدور اكبر من كذي بوايد، يعني نحتاج وعي اكثر. في ناس لما بعد ما يدش كلية الصيدلة ينصدم، يقول أنا ما كنت أدري إنه راح أدرس كل هالمعلومات، إنه راح أعرف كل هالكم من هالأدوية، ولازم أحفظ، مو بس مجرد إنه أحفظ اسم وخلاص. صح. تعال أحفظ شلون يشتغل، شلون جرعته، شلون. مو عيب إنه يجيك الدكتور يسألك. صح. ولازم أنت تكون جاهز لهالشيء. فهي مسألة وعي فقط، لأن المهنة تعتبر نوعا ما جديدة يعني. صح. عملية تثقيف المجتمع عموما في كافة المجالات أو التخصصات اللي تعتبر جديدة عليها، أتوقع أن هي تقع على عاتقكم أنت بحد ذاته. هبة، شلون ممكن أن أنت تكونون صورة وواجهة جميلة لهذا التخصص عشان تشجعون الشباب أن يدشون فيه؟ التخصص بنفسه أي إنسان يدش تخصص صيدلة لازم يدشه وهو مقتنع فيه، مثل كل التخصصات الباجية. يعني أنا إذا دش إعلام وأنا مقتنع فيه ما حكون إنسانة ناجحة في التخصص. الفكرة الثانية إن حتى لو كان البيئة المحيطة اللي فيك سلبية، يعني يوني الناس على قولة الدكتور علي يوني طفيوني، عادي طفيوني اليوم باكر أنا حنقذ حياتك بغلطة كتبها دكتورة وأنا انتبهت عليها. يعني وهذه وايد تصير، يعني على الرغم إحنا نقولش لا والله مكتوب بالسيستم أنت قايتي، لا في غلطة حرف كتب دواء غلط وأنا انقذتك بجرعة زيادة أنت ما انتبهت عليها، أنا صلحتها مباشرة ما احتجت إني أدعي الدكتور أقول له. فيعني للأسف إحنا يمكن لأن نشتغل بصمت ما نعلق، يعني مو نفس في بعض الدول كذي والله شوفوا احنا كذي سوينا. احنا ما نحب، احنا نشتغل نحب هداوه، يمكن لان اغلب الصيدله بنات صيدلانيات فيستحون حيويات كذي، فهم يسوون الشغل بروحهم من دون ما يقولون. صحيح. فيبي له توعيه ويبي له ان شاء الله باز دور. نبي الناس يعني اول ما يتخرج من الثانويه لازم يروح يستكشف، ما ينطي والله اهلي قالوا لي صيد دكتور ادش طب. لا، روح استكشف، شوف في مجالات ثانيه. صح. يعني مو بس الصيدله ولا الهندسه انه انت دليل انت ناجح. صحيح. دش تخصص ثاني تبدع فيها، اهم من انك تدش تخصص بس عشان ترضي اهلك. صحيح، اهم شيء انك تختار التخصص اللي انت حاب انك تبدع فيه. صح. الشغف اللي انت حاب انك توصل له، التطور اللي انت حاب انك توصل له، هذا كثير من الامور تخليك انت تختار التخصص الصح المناسب لك. شكرا لكم ويعطيكم العافية على هذا المجهود الطيب. شكرا لك الصيدلانية علي عبد الله والصيدلانية هبة كبة على تواجدكم اليوم وعلى هذا النتاج الطيب اللي قاعد نشوفه الحين. طبعا هديكم اياه، تخلون ما اعرف اقرا انا لغة الدكاترة، واحد يترجم واحد يسوي، نعطيكم اياه تخلون عندكم. مشكور وما قصرت، يعطيكم العافية. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا لليوم، نتمنى انكم استفدتوا واستمتعتم فيها. نلقاكم باكر على نفس الموعد ونفس الساعة، فما الله. Yeah.